شكرا معلقنا كابتن أسامة أبو زينة. إذا انتهت المباراة، الأهلي والعدالة الكيني في ختام دور المجموعات بفوز النادي الأهلي 3-0. ألف مبروك النادي الأهلي التأهل كأول مجموعته. هارد لك أكيد العدالة الكيني، كل التوفيق لكل الفرق الأفريقية. برحب بضيوفي للمرة الثانية اللي منوريني في الاستوديو، كابتن كريم أهلا بحضرتك. أهلا بك كابتن هيثم. كابتن محمود أهلا بحضرتك. أهلا بك كابتن. كابتن محمود، عندك الكتير تقول على المباراة، خاصة الشوط الثالث. الشوط الثالث كان فيه شوية فولي بول مع شوية عشوائية من الفرقتين، خلينا نقول يعني نتكلم بصراحة، ولكن كان فيه شوية النهاردة فولي بول أحسن من المباراة اللي فاتت. طبعا الفريق طبعا مستواه أحسن بكتير من فريق الأسمنت الأثيوبي والفريق الأول اللي لعبناه الكونغولي. النهارده بس يعني الحاجه اللي كانت ملحوظه شويه في الماتش، لعيبه مركز 4 ما كانش فيه تركيز كويس، مش متوفقين. عندنا استقبال الفلوتر كان عندنا مشكله النهارده واضحه، السيرفات الفلوتر كان عندنا مشكله كبيره في استقبالها. رغم ان يعني الفريق الكيني سيرفات الفلوتر مش مميزه قوي، لكن فاعتقد احنا محتاجين نركز على السيرفات الفلوتر كتير في التمرينات الاستقبال الفتره الجايه. برضو اخطاء كتيره جدا في الارسال. الجيم الثالث احنا تقريبا مضيعين 11 ارسال في الجيم الثالث، يعني الفريق واخد 17 نقطه، فريق كينيا 11 احنا اللي حاطينهم في الشبكه او بره الملعب. المخاطره مطلوبه طبعا في الماتشات، خاصه لما يكون في فرق مستوى، بس كتير يعني كتير الاخطاء في الشوط الثالث. وكمان احنا ابتدينا المباراه كان في تركيز كويس جدا. احنا واخدين يعني انا بتهيألي حماده عثمان وعبد الحليم عيب وحسام يوسف واخدين حوالي 9 بلوكات في الجيم الاولاني. تركيز كويس جدا في الارسال، ارسالاتنا ما كانتش بتضيع، كان في حائط صد مميز جدا، كان في يعني بدايه كويسه قوي للمباراه. مع الاسف مع مرور المباراه يعني زي ما بنقول الفريق الثاني شدنا المستوى. ايوه ابتدت الاخطاء تكتر من عندنا، خاصه في الاستقبال. دي كانت يعني حاجه غريبه السنه دي، احنا اول مره نشوف الاستقبال مهزوز شويه النهارده. الفرقه لقيناها مش قويه قوي، فبدانا نتراجع بمستوانا ويبقى في شويه ريسك عالي في الارسال. بالظبط. فابتدى بقى الهزه اللي حصلت فينا في استقبال الفلوتر مأثره، مش مخليه اللعب طبعا احسن شيء يعني كتشكيل لعب من المعدين، مش قادرين طبعا ان هم يشكلوا لعب كويس بسبب الاستقبال. وكمان زاد في الجيم الثالث ان الارسالات كمان الضايعه، يعني استمر الاهتزاز في الاستقبال مع الارسالات الضايعه. اعتقد يعني الحاجات دي تبقى مهمه جدا، وكويس جدا هي بتحصل بدري، ما صحيح. تحصلش في مباراه مهمه صحيح. ما ناخد بالنا ان احنا محتاجين نظبط الاداء في وقفه الملعب في الاستقبال والسيرفات الفلوتر. اشكرك يا كابتن محمود. كابتن كريم، عندك اكيد اللي تقوله للمباراه، اتفضل يا كابتن. يعني المباراه النهارده يعني مباراه يعني اقل من المتوسطه، يعني الفريق الكيني فريق متواضع جدا. يمكن احنا بدانا زي ما كابتن محمود قال، احنا بدانا المباراه بتركيز شديد جدا، بس الفرقه اللي بتبقى بتلعب بطريقه عشوائيه شويه هي بتخليك تنزل معاها في المستوى. يعني انت بدات المباراه الجيم الاولاني انت 25-10، الجيم الثاني 25-12، الجيم الثالث 25-17. فالتدريج ده هو اللي خلاك ضعف المستوى، الفريق الكيني هو اللي خلاك تنزل في المستوى. يعني احنا فعلا النهارده كان في تضييع لرسالات كثيره جدا. الاستقبال في لعيبه 4 فعلا كان مش احسن حاجه، بس طبعا هي يعني زي ما كابتن محمود برده قال، ان انت في المباريات اللي زي دي انت بتشوف الاخطاء اللي عندك برده تقدر تشتغل عليها، ان انت خلاص بعد كده ما عندكش حاجه تعوض فيها. طب خروج المغلوب على طول من الدور الجاي. يعني المغلوب هيخرج على طول. وفرناندو برده بيحاول ان هو يجهز الفرقه كلها. يعني النهارده حماده عثمان النهارده شارك فتره اكبر، عبه برده شارك بفتره اكبر. يعني هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجهز اللعيبه كلها للماتشات الكوارتر فاينال والسيمي فاينال. لعب بكام لعيب النهارده مستر فرناندو؟ يعني لا النهارده محمد رمضان بس ما لعبش، هو وسيف عابد. يمكن حوالي النهارده في 9 لعيبه او 10 لعيبه شاركوا النهارده او 11 لعيبه. زود يا كابتن محمود، زود يا كابتن كريم عدد اللعيبه اللي بتشارك في كل مباراه. هو كان قبل كده بيشارك بسبع ثمان لعيبه، النهارده زود عدد اللاعبين اللي بتشارك في المباراه. مظبوط. يعني انت اول ما توصل خلاص الاسبوع الجاي هتلاقي السكواد كله او ال 14 لعيب كلهم هيكونوا شاركوا في المباراه بنسب طبعا متفاوته، ان هو عايز يكون مجهز اللعيبه كلها بدنيا طبعا للمباريات الجايه عشان اي حد هيحتاجه. يعني فرناندو بيعمل حاجه كويسه قوي السنه دي، ان هو الفرقه كلها هي نجم. يعني ما فيش نجم. يعني هو على فكره وهو بيكتب السكور او البوزيشن قبل المباراه، اللعيبه بتبقى مش عارفين مين السبع لعيبه اللي هيلعبوا، سته والليبرو مين اللي هيلعب. فده عامل تنافسيه برده ما بين اللعيبه كبير جدا، ان ما حدش عارف مين هيلعب، ما حدش ضامن مركزه في مكانه في الملعب. فهو قادر السنه دي ان هو يكون مجهز الفرقه كلها تكون في التوب فورم عشان اي حد يحتاجه في اي وقت يكون جاهز موجود. اعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم لقاءات ما بعد المباراه والزميل العزيز سالح حامد، ولقاء مع نجم واسطوره الفريق الكابتن احمد صلاح. اتفضل يا سالح. يلا
من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن طبعا ببارك يا كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي فوز طبعا نادينا وفريقه للنادي الاهلي الماسترز في اخر مباراه لي طبعا في ختام دور المجموعات في بطوله افريقيا. ومعي واحد طبعا من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم مباراه اليوم كابتن احمد صلاح. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وبالتاكيد عايز ابارك لك على التاهل وعلى مباراه اليوم. طبعا انتوا حسمتوا التاهل من ثالث مباراه الحمد لله يا كابتن. كلمني طبعا عن المباراه النهارده وكلمني عن تاهل النادي الاهلي لدور ال 16 من البطوله. اكيد طبعا بقول الحمد لله على التاهل. عندنا الفتره الجايه حاجه طبعا مهمه جدا دور ال 16 خلاص ما فيش هزار يعني ما فيش تراجع يعني ان شاء الله باذن الله كل بطوله زي بالظبط مباراه كاس واحنا عارفين الكلام ده كله ان شاء الله جاهزين له وباذن الله هنمشي ماتش ماتش وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله ويبقى البطوله بتاعتنا ان شاء الله. والله يا كابتن طبعا انا بشوف مع مستر فرناندو والجهاز الفني استعداداتكم لكل بطوله او كل مباراه عفوا بتكون يعني اكنكم بتستعدوا طبعا لمباراه قويه. يمكن شفنا طبعا يا كابتن احمد المستويات في دور المجموعات يمكن طبعا المستويات مش قويه شويه يمكن طبعا المباريات الاقوى هتبتدي من اول دور 16 زي ما انت قلت. اكيد طبعا بس احنا ما احنا هدفنا واحد هو اي ماتش بننزله هو كانك بتلعب ماتش فاينل. كل الفرق زي بعض بالنسبه لنا فرقه جامده زي فرقه ضعيفه احنا نازلين ننفذ تعليمات المدرب وده الحمد لله فرق معانا جدا وباين علينا جدا الحمد لله. فاحنا بالنسبه لنا ما بنفكرش ان الماتش ضعيف ولا الماتش جامد احنا نازلين لهدف واحد ان احنا نعمل المطلوب مننا وبس كده. ميرسي جدا يا كابتن احمد وبالتوفيق ان شاء الله ومنتظرين بقى طبعا يعني زي ما انت قلت الهدف اللي انتوا تحققوه هو اسعاد جماهير النادي الاهلي ببطوله افريقيا. اكيد طبعا ان البطوله مهمه جدا ان خاصه كمان ان هي رجعت تاني لمؤهله كاس العالم للانديه طبعا ده هدف اللعيبه كلها وان شاء الله ده الناس كلها يعني اللعيبه كلها عارفه ان اهميه البطوله دي ان هي مؤهله كاس العالم للانديه فان شاء الله باذن الله علشان كده الفرقه كلها مركزه وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. كره اليد راحوا يا كابتن للمونديال ومستنيينكم بقى ان شاء الله. حصلهم ان شاء الله نحصلهم باذن الله ان شاء الله. جدارك. شكرا. طبعا مستمرين معاك يا كابتن هيثم ومعي في هذه اللحظات ايضا الكابتن محمد السيد المدرب العام للفريق الاول للكره الطايره رجال. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وعايز ابارك لك بالتاكيد يا كابتن على مباراه اليوم وعلى التاهل النادي الاهلي للدور 16 من البطوله. اهلا وسهلا الله يبارك فيكي. يمكن الحمد لله النهارده كان رابع ماتش في المجموعه الحمد لله الاداء كان كويس من اللعيبه كلها عينينا دلوقتي على دور 16 عشان نشوف هنلاعب مين. يمكن المجموعه الدور الجاي لسه ما اتحددتش عشان المجموعه فيها فرقه زياده ففي ماتشات بكره فيمكن احنا متابعين الفرقتين اللي هنلعبهم في دور ال 16 وان شاء الله الاداء هيبقى احسن الماتشات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. وكمان عايز اعرف من حضرتك بالتاكيد يمكن شفنا الموسم ده مليء بالبطولات يعني دوري وقبليه كمان السوبر افريقيا وبعد افريقيا الكاس فطبعا كلمني يا كابتن ازاي بتستعدوا يعني لكل المباريات دي خاصه انه ما شاء الله بنشوف النادي الاهلي حتى في المباريات اللي بنشوف من الفريق الثاني مستوى يعني اقل يعني من الباقي الفرق المشاركه في البطوله بنلاقي النادي الاهلي ما شاء الله بيظهر بشكل قوي جدا في كل المباريات. يمكن الحمد لله دي يعني السنه دي بالذات فكره الحمل البدني سواء في التدريب او في الاحمال البدنيه كانت مهمه جدا. انت نص اللعيبه في المنتخب الموسم كان شغال بشكل تدريجي كويس بعد كده مره واحده نهائي كاس السوبر الدوري افريقيا الكاس في النص اللعيبه بتاعت المنتخب كانوا لعبوا بطولتين في النص فيمكن فكره الحمل البدني دي كانت مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها. مستر فرناندو طبعا واخد باله من النقطه دي من اول الموسم باشراف كابتن شريف صلاح طبعا. يمكن فكره الاحمال البدنيه اتظبطت من اول الموسم على الجدول اللي احنا ماشيين عليه. صممنا من اول الموسم نعرف الجدول ماشي ازاي عشان لازم نظبط الاحمال البدنيه ويمكن ده باين جدا في الفرقه الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي اصابات لا تذكر. الاحمال متوزعه على الفريق ككل يمكن مش ال 14 بس يمكن الناس حتى اللي مش معانا في البطوله الاحمال كانت متوزعه عليهم والحمد لله ده باين على اداء الفرقه كلها مش لعيبه واثنين الفرقه كلها. بس اقول لحضرتك باين ما شاء الله على لعيبه النادي الاهلي سواء اللي بره على دكه البدلاء او اللي يعني مش مشارك في المباراه او اللي مشارك في المباراه. بالظبط بالظبط يعني هو بقول لك الحمل كمان مش على ال 14 لعيب اللي في البطوله احنا على ال 17 لعيب القايمه كلها ان احنا في ثلاث لعيبه مش معانا في البطوله دي فيمكن الحمد لله ده مدينا استابيليتي جدا في اللعب. مدي ثقه للفريق. في ايام اي واحد فينا او اي واحد وهو بيلعب بيبقى داي اوف النهارده عارف ان اللي وراه هيشيله عارف ان مش يعني الفريق كله بيلعب جماعي ودي الميزه اللي بنلعب بيها السنه دي الحمد لله.
مستنيين منكم اكتر من كده طبعا يا كابتن ان شاء الله في دور 16 والادوار القادمه ان شاء الله لحد ما تحققوا يعني. وطبعا اللي انتم هدفكم وهو اسعاد جماهير النادي الاهلي ببطوله افريقيا، وزي ما قلت للكابتن احمد صلاح يعني اليد راحوا المونديال، مستنيينكم انتم كمان ان شاء الله الماسترز يكونوا في المونديال يا كابتن. ان شاء الله، يمكن ان شاء الله اللي احنا مركزين فيه دلوقتي خطوه افريقيا، ان شاء الله نخلص افريقيا ويبقى عندنا كاس مصر ان شاء الله في المونديال ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، ميرسي جدا لحضرتك. العفو، اتفضل. كده طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شفت يعني كابتن احمد صلاح والكابتن محمد السيد المدرب العام للفريق الاول للكره الطايره رجال، وحدثهم طبعا بعد تاهل النادي الاهلي للدور 16 من بطوله افريقيا، والفوز النهارده طبعا على فريق اكويتي من كينيا. والان العوده مره للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا. يعني لقائين مع احمد صلاح ومحمد السيد، اللقائين مهمين، عرفنا كمان يعني الجهاز الفني بيفكر ازاي، انه هدف كله اشراك اكبر عدد من اللاعبين عشان يوزع عليهم الحمل، ولكن دي مهمه صعبه جدا زي ما تفضل ضيوفي الكرام في الاستوديو التحليلي ووضحوا انه صعب جدا تجهز فرقه في ظل مباريات ليست بالقوه ان انت تبقى جاهز بيها. يعني انت لو لعبت مباراتين ثلاثه يعني بليفل عالي بيكون افضل، ولكن هي دي افريقيا وهي دي النادي يعني او تصفيتك في افريقيا، هو ده يعني قدرك ان انت تلعب مع فرقه قويه وفرقه ضعيفه. النهارده الحقيقه يعني الاتحاد الدولي للكره الطائره اعلن رسميا عن مشاركه بطل افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه بمشاركه 8 فرق، بطل افريقيا احدهم، والفريق او الفرقه التي يعني هتستضيف البطوله ده ادي فرقتين، والاول والثاني من الثلاث قارات الكبار اللي فيهم يعني كره طائره بشكل كبير. فالنهارده خلاص الكلام اللي قاله كابتن فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي للكره الطائره اكدوا وثبتوا الاتحاد الدولي ببطل افريقيا فقط، ليس الاول والثاني. يمكن في قارات بيشارك الوينر والرانر اللي وراه على طول، ولكن النهارده كل ما عدا افريقيا بيشارك الاول فقط. والحقيقه برضه انا محتاج اعرف راي ضيوف، يعني النهارده اضافه ان بطل افريقيا في بطوله العالم للانديه في وقت غاب عنه العقود بطل افريقيا، دي يعني شرف كبير ان شاء الله لو فزنا بهذه البطوله نبقى اول نادي افريقي يمثل القاره بعد عوده تمثيل بطل القاره في هذه البطوله. يعني يمكن كاس العالم للانديه كان دايما بطوله افريقيا مؤهله لكاس العالم للانديه، بس في اخر حوالي 7-8 سنين الرانكينج او عشان الدعايه للبطوله او كده خرجت افريقيا من بطوله كاس العالم للانديه. فطبعا ان رجوعها تاني ان البطوله تبقى مؤهله لكاس العالم للانديه دي بتخلق تنافسيه ما بين الفرق شديده جدا. يعني الفرق قبل كده ما بتشاركش في البطوله ان البطوله ما بتبقاش مؤهله لاي حاجه. دلوقتي بقى الدفع للفرق كلها قوي جدا ان هي تقدر ان هي تستطيع ان تفوز ببطوله افريقيا عشان تتاهل لكاس العالم للانديه. طبعا اتشاف على مستوى اعلى بكتير، طبعا هيبقى معاك بطل اوروبا وبطل البرازيل بطل اسيا، طبعا اتشاف اكتر مستوى اول وتاني كمان، مش بس اول بس، هما كاتبين الوينر والرانر، انا الرانر بتهيالي مقصود بيها التاني. مظبوط، مظبوط صح يعني. كده مظبوط. فطبعا دي هتخلق دوافع كبيره جدا عند الفرق ان هي كلها تبقى عايزه تكسب البطوله. بس ان شاء الله طبعا بطوله على ارضنا في النادي الاهلي طبعا عمرها ما هتخرج ان شاء الله بره جدران الجزيره باذن الله، وان شاء الله باذن الله نحصل على البطوله ونشرف الكره الافريقيه كره الطايره الافريقيه طبعا في كاس العالم للانديه باذن الله. كابتن محمود عندك فكره كاس يعني في مثلا في البال او الباسكتبول افريكان ليج بيسمحوا بمشاركه 4 اجانب، في بطوله العالم برضو نفس الكلام بتسمح لك كره السله ب4 اجانب، الطايره القدم انا اسف كره اليد برضو بيسمح لك. هل عندك معلومات عن بطوله العالم للفولي بول، هل بيسمحوا ليك باشتراك عدد اكبر من الاجانب ولا لا؟ يعني كلمني عنها لو عندك معلومات يا كابتن محمود. هي البطوله طبعا في الهند اتقررت خلاص، قررت هي خلاص في الهند ان شاء الله وفي شهر ديسمبر شهر 12 ده لسه بدري. في الفولي بول انت بيبقى عندك القائمه اللي هي الاو 2 بنسميها الاو 2، يعني اي بطوله دوليه في الكره الطايره انت لازم الفريق بيبعت القائمه اللي هي الاو 2 دي، بتبقى مشكله مثلا من 18 لاعب وبتختار منهم وقت البطوله ال 14 لاعب اللي بيشاركوا. فانت ال 14 ما بتغيرهمش؟ لا ما بتغيرهمش وقت البطوله، بيبقوا يعني انت بتسافر بال 14 لاعب، يعني بتبعت قائمه مبدئيه وبعد كده بتبعت القائمه النهائيه من ال 18 لاعب اللي انت بعتهم في القائمه الابتدائيه، بتاخد 14 يبقوا دول فاينل بالظبط القائمه النهائيه. تمام بالظبط. فاهم حاجه ان طبعا يعني اداره النشاط الرياضي والتعاقدات والكلام لو عندنا نيه للمحترفين نجيبهم من بدري شويه عشان يبقوا في الاو 2 عشان ما اقدرش اجيبهم قبل البطوله. طب اخر الديد لاين بتاع الاو 2 امتى؟ مش عارف، بتفرق من بطوله للثانيه لان ديسمبر دي اكيد يعني قبلها بثلاث شهور مثلا، يعني شايف اكتر من كده مثلا يعني. طبعا هو بص هي برضه عشان نكون واقعيين البطولات العالم للانديه انت الاوتو لا انت انت يعني هيبقى صعب جدا، كل اللعيبه بتبقى مرتبطه مع انديتها على مستوى العالم.
فانا عارف طبعا في بعض الالعاب الاخرى ممكن في لعيبه بتيجي في بطوله معينه بتلعبها بالظبط, وبعد كده ده بيبقى صعب شويه في الكره الطايره, فهيبقى محتاج ان احنا طبعا من بدري ان احنا نجهز تعاقداتنا لو احنا محتاجين يبقى معانا محترفين في البطوله. واهم حاجه طبعا ان انا عايز اقول لك ان البطوله دي بتشكيلها الجديد زي ما حضرتك بتمن فرق زي ما حضرتك بالظبط وضحت. لا قبل كده كان بيبقى كمان الثمان فرق, كان ممكن تلاقي مثلا ثلاث فرق من اوروبا واثنين من البرازيل فتلاقي فدلوقتي لا النظام الجديد احنا مستوانا قريب جدا من الكره الطايره الاسيويه, ممكن تلعب ماتش او اثنين لغايه الرياضه ثلث ماتش ولا حاجه, في فرصه كويسه. فانا شايف ان احنا ان شاء الله يعني نقدر ان احنا ننافس لو عملنا تدعيمات كويسه من بدري وجهزناه ان شاء الله نقدر ان احنا يعني نحقق نتيجه كويسه زي ما بنحقق دايما في كره القدم في قلب الموسم. يعني النهارده ممكن تكون هي في العادي بتتعمل قبل كده بس عشان اولمبيات مثلا باريس مثلا تيجي في شهر 8 و9 بس برده كان ممكن يعملها في 10 بس هي امور تسويقيه بالزبط. هو الموضوع كله السبونسر عايزينها هنا تتذاع هنا, فطبعا اكيد فرصه كويسه جدا ان احنا نشارك فيها وهتبقى اضافه كمان ان شاء الله. نتمنى النهارده عندك حاجه كويسه جدا, انا برده بشارك ضيوفي احنا بنتكلم في الفولي بول بس هنتكلم بقى نادي الاهلي كتوتال. انت النهارده عندك كره اليد كسبوا السوبر فهيشاركوا خلاص في بطوله العالم ده ان شاء الله. عندك كره السله بتشارك في بطوله افريقيا عندها احتمال لو كسبت البال هتروح بطوله العالم زي السنه اللي فاتت. عندك كره القدم بتلعب اهي بطوله افريقيا في قبل النهائي بازيمبي ان شاء الله المباراه القادمه هتلعبها يوم السبت تقريبا, فانت لسه في اللعبه اذا ربنا كرمك وكسبت تطلع كاس عالم الانديه اللي هيبقى بشكل بقى جامد جدا في 2025. طيب عندك الطايره ان شاء الله نكسبها ان شاء الله, فكده انت يعني ممكن تحقق انجاز كبير كان ممكن تحقق السنه اللي فاتت بس الطايره ما كانتش موجوده ما شاركش. لا النقطه اللي حضرتك بتقولها دي ان بطل افريقيا ما شاركش مش احنا عشان ما شاركناش, لا بطل افريقيا ما شاركش طبعا لا احنا الحمد لله يعني احنا شايفين يعني احنا طبعا بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي, احنا شايفين اهتمام بكل الالعاب. صعب جدا يعني تلاقي نادي مهتم بكل الالعاب بنفس القدره, يعني بنشوف انديه كتيره في مصر هو مميز في لعبه في لعبتين ماكسيمم ثلاث العاب. ممكن نادي الزمالك منافس للاهلي برده مش على نفس مستوى الاهتمام نادي سيدات. كبير بالظبط انت بتتكلم في الرجال وفي السيدات الحمد لله سيطره على كل البطولات الافريقيه والبطولات المحليه. احنا السنه دي يعني حضرتك اكيد شفت الاحصائيات اللي هي احنا 16 بطوله المنافس التقليدي بتاعنا صفر بطولات فده يوضح قد ايه احنا الحمد لله عندنا اهتمام في النادي الاهلي بكل الالعاب, وان النادي الاهلي ما بيقبلش المشاركه اللي هي بس انا عايز اعلق يا كابتن على كره حسام يوسف معلش يا جماعه الكره اللي فاتت دي لو تعيدوها لي. حسام يوسف بالرغم اهي من الكوره راحت بعيد بص حسام يعني معلش ده لعيب ماتش مش فارق والكوره مش فارقه طب انتوا قطعتوها ليه سيبوها يا جماعه. طب هو الفكره كلها ان هو يعني ايه بيروح ورايح على الكوره ومستقتل عليها وبيقاتل عليها بالرغم انها هي دي. اشكركم يا جماعه بص 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 يعني حسام يوسف راح وقاتل عليها بالرغم انها مباراه يعني مش مهمه كسبها صعبه على فكره وكره صعبه هو الهدف كله كان انه يعني الحق لا مش دي يا جماعه اللي بعديها. طب انت تعليقك على كره زي دي ايه؟ يعني ليه حسام يوسف جري عليها وحاول يجيبها بالرغم انها كره صعبه؟ يعني لو هنتكلم حاجه تكنيكال في الفولي حسام يوسف من اللعيبه طول القامه فالكره عشان يعمل عليها سبرنت زي ده صعبه جدا على فكره. هو مش ليبرو مش دي اللي بعديها يا جماعه اللي جابها برجله صعبه برضو دي صعبه لا دي صعبه جدا صعبة يعني هو طويل مش ليبرو مثلا قصير فهيبقى قريب من الارض فالكره صعبه جدا فدي لو تدل ان هم بيلعبوا كل نقطه اكنها اخر نقطه في المباراه زي ما كابتن احمد صلاح كده قال احنا بنلعب كل مباراه اكنها نهائي كاس وده برضو بيدل على شخصيه اللاعب يعني طبعاً. يعني النهارده انا اصلا انا بحب حسام يوسف جدا أكيد. بصراحه يعني الدكتور حسام يوسف احنا بس عشان نبقى واضحين يعني وكمان الفولي بول كلهم بامانه اهي دي بص 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 لا صعبه جدا معلش يعني بيرمي نفسه بيجيب ما توفقش فيها. والله حسام يوسف يا كابتن هيثم يعني تكمله لكلامك من الناس اللي هي يعني بنقول عليهم رول موديل ده في رايي انسان في يعني مهذب جدا شخصيته القويه عنده شخصيه قويه وقياديه جوه الملعب لان مركزه بيحتاج القياده دي يعني هو عنده شخصيه قياديه انسان محترم جدا جدا مخلص يعني انا لعبت مع حسام يعني تقريبا 15 سنه مع حسام مش قادر افتكر تمرين حسام اتاخر فيها انا بكلمك بجد على مدار سنين بسم الله ما شاء الله عليه انسان ملتزم جدا والتزامه ده هو اللي مخليه يعني حسام 37 سنه لا ويلعب لو تتفرج عليه
بالظبط يأدي كويس زي ما أديش كويس. يعني بص حاجه سبورت للفرقه بشكل هو كبير. هو مثال فعلا اللعيب اللي انت تبقى يعني اللي هو زي ما بيقولوا لو انت عايز تعلم ناشئ صغير ازاي يبقى ملتزم، ازاي يبقى مجتهد، ازاي يعني حسام فعلا يعني بص الفرقه فرقه الماسترز اللي انتوا بتنتموا ليها واللي اديتوا عمركم كله معاها تحس ان هم من كوكب تاني بامانه. يعني انا راجل بتاع باسكت بول بس انا شايف دايما الفولي بول في النادي الاهلي رجال وسيدات من كوكب تاني. بس احنا خلاص الوقت عدى ومحتاجين طبعا نختم الاستوديو التحليلي. بشكرك كابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وقتنا شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن هيثم والف مبروك النادي الاهلي وان شاء الله نحتفل بالبطوله الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. باذن الله يوم الثلاث ان شاء الله. كابتن محمود رؤوف الغالي ابن الغالي ربنا يخليك يا كابتن وشرفتنا وسعيد جدا بالنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده وزي ما عودناكم دائما ابدا قدر الاستطاعه بنكون مع فرقنا سواء في كل مكان جوه مصر بره مصر قدر استطاعتنا. ان شاء الله انتظرونا في جوله جديده من جولات الابطال عشان نكون مع فرقه جديده وكل التوفيق لفرق النادي الاهلي. شكرا جزيلا.